حضرت. معانا الفنانة نيكول صعبة من تكريم الدير جيست. اهلا وسهلا بيكي يا نيكول في التكريم. عاملة ايه؟ تمام، بحيي كل اللي بيشوفونا اكيد عبر باباراتزي. ميرسي حبيبتي. يا ريت تحكي لي اكتر عن تكريم حضرتك النهارده، وخصوصا ان هو تكريم جماهيري اكتر منه مؤسسة. بالظبط، حلو لما بيبقى تكريم جماهيري، ده يعني انت تعبك وصل للناس واهم حاجة انا في رأيي اكيد تكريم من الجمهور، ده بيبقى حاجة له قيمة جدا، لانه احنا بجد زي ما قلت قبل كده احنا بنقعد في التصوير شهور، بنبعد عن بيوتنا وبنبقى في هادئ كبير، فلما بتحسي بالتكريم ده بينسيكي كل التعب، لانه بجد ما حدش عارف احنا بنعاني ايه. فدي مبادره جميله، بشكر كل الناس اللي صوتوا لي عن دور شهرزاد. شخصيه كانت صعبه وعمل ما كانش سهل، كانت شخصيه غنيه بحاجات كتير، فيها تناقضات كتير في شخصيتها. التحدي بالنسبه لي كان كبير، نظرا لان اتحطيت تحت رهان ان هل سانجح في ان انا اجسد شهرزاد بعد فنانات كبار زي مدام شريهان ونجلاء فتحي وكده عملوها، فالحمد لله ان انا قدرت اعملها ببصمتي واحط شخصيتي فيها. انت متوقعه تكريم على الدور؟ ما فكرتش تصدقي، قلت اعمل اللي عليا، ومش يعني انا مهم انا ابقى عارفه انا عامله ايه وابقى ناجحه بالظبط كده، وعلى ما بتركزيش في الحاجه لوحدها بتحصل، فده احلى حاجه لما بتبني بتبوظ، فما نركزش ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا ان شاء الله. طيب ايه الجديد عندك بقى يا نيكول في الدراما؟ الجديد في الدراما قلت في حاجات بقراها لرمضان، بس الاختيار اكيد مش سهل بالذات رمضان. خليجي؟ لا، ده خمس حلقات، ده بره رمضان. قلب العداله اخراج احمد خالد، كان مشاركه لتعزيز الدراما الخليجيه، كان خليط ما بين لبناني وخليجي واخراج مصري، اتصور خمس حلقات. لسه ما اتذاعش؟ شرف، لا لسه. ورمضان زي ما قلت لك ما نقدرش نستخف لانه بيبقى منافسه كبيره. في مشروع لبعد رمضان هيتم تصميره اسمه ولاد تسعه، انتاج شركه استاذ صادق الصباح، ده 60 حلقه بعد رمضان، المفروض يتعرض في اول 2017. شخصيه جديده، دايما بدور عارفه على الحاجات اللي ما كررش نفسي فيها، بحب الادوار. شركه عربيه؟ نعم. مشاركة عربية؟ مصري. مصري بحت. طبعا. طيب والغنى بقى اخباره ايه الجديد؟ اهو لسه طالعة من قررت، وقررت ان انا نفسي اتفتحت اهو، قررت ان انا ابتدي اعمل ورشة جديدة لحالة جديدة. ان شاء الله خير. ان شاء الله. طب ممكن تقولي لنا حاجة يعني كل سبب 2016 لباباراتزي؟ ل 2016 مش عارفه، بصي انا بحب الارقام المجوزه، يعني 13 15 عكس الناس كلها. والحمد لله 15 كانت تحفه بالنسبه لي، اهي بنختمها باحلى التكريمات اليومين دول، فكانت سنه خير عليا، فيا رب 16 تبقى كده، اهم حاجه السلام والناس يبقى بالها مرتاح وكل الناس تبقى مبسوطه مع بعضها. مبروك للتكريم. اشكرك. حضرت اقوى موقع فني في مصر.